الأرقام هي مختلفة من الأسواق ديال الجمعة. أسواق ديال الجمعة في إطار انفتاح المجلس على المجالات الترابية، على الفاعلين الترابيين، الفاعلين المؤسساتيين، كان اليوم عندنا واحد نقاش مهم داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات نتاع مدينة أكادير حول تسويق المنتوجات الفلاحية. احنا تنعرفوا بعدا بأن هذه الجهة هذه غنية جدا فيما يخص المنتوجات الفلاحية، ولكن تطرح اليوم واحد المشكل على الصعيد الوطني، كيفاش يمكننا نحقق ثلاثة نتاع الأهداف الأساسية. الهدف الأول هو القدرة الشرائية نتاع المواطن، كيفاش نحافظوا عليها. احنا تعرفوا كاين واحد التضخم، حيت كاين المواد الفلاحية تنتجها وتبيعها الفلاح بدرهم مثلا، تتوصل لعند المستهلك 6 درهم 8 درهم، دونك هذا الشيء ما يمكنش. القضية الثانية، الهدف الثاني هو كيفاش في هذه السلسلة نتاع التسويق كاين متدخلين متعددين، كيفاش كل واحد خصو يربح ولكن على حسب ديك القيمة المضافة اللي تيزيد. القضية الثالثة هي السلامة والجودة نتاع هاد المنتوجات اللي تنستهلكو كمغاربة. ولهذا كان نقاش، كنا قدمت التقرير نتاع المجلس حول هذا الموضوع هذا، وبعض التوصيات اللي مهمة في نظري. أولا تنقولوا خصنا أسواق الجملة خصها تعاود يكون واحد تنظيم إصلاح نتاع أسواق الجملة باش يقوموا بواحد الدور فعال في التوزيع نتاع المواد الفلاحية. ثانيا وهذا تنظن أهم التوصيات، هو تاك الوسطاء، ما يمكنش أي واحد يكون وسيط، وما يمكنش يكونوا وسطاء متعددين اللي كل واحد تيعمل الربح ديالو وتنوصلوا من واحد درهم لستة درهم. هذيك المهنة الوسيط خصها تكون تقنن، ونعرفوا هذا الوسيط هذا اللي يلعب الدور ديالو شنو هو تاك القيمة المضافة اللي تيجيب، وهذا عادي إصلاح عادي ينفع الفلاح، ولكن أيضا ينفع أيضا المستهلك المغربي المواطن المغربي. من التوصيات الأخرى، رقمنات خصها تدخل رقمنة فيما يخص التسويق نتاع المواد الفلاحية. اللي خلينا شي فلاح صغير في واحد المحل معين ما عارفش هو بشحال السعر نتاع داك المنتوج ديالو، هذاك الوسيط ولا أي شاري عاد يجي عنده يمكن له يبيع له هو مسكين ما عارفش بشحال الثمن. اللي عملنا الرقمنة وعطينا الإمكانية باش يعرف بشحال هاد الثمن هذا، السعر عادي يطلع. نقطة أخرى اللي مهمة جدا خصنا نعرفوها، كاين واحد الفساد ولا داك الضياع نتاع المواد الفلاحية ديالنا. خصنا نعرفوا بأن كل يوم 32 مليون درهم نتاع الخبز اللي تتضيع بين المخبزة وبين المستهلك المغربي، 30% نتاع الفواكه تضيع كل يوم. فلهذا خصنا يكون تحسيس نتاع الجميع باش ما يبقاش يكون هذا الضياع هذا، خص يكون مناطق نتاع التخزين باش ما يكونش باش يتقلل هذا الضياع هذا، وخص يكون ايضا التقنين. مثلا فرنسا في 2016 دخلت واحد القانون اللي تتعاقب فيه بعض الاجراءات اللي ما خصهاش تكون. اخيرا قلنا بان خص يكون واحد المرصد نتاع الاسعار باش نحاربوا المضاربه اللي تتكون، باش نحاربوا الاحتكار باش المواطن يستفد. هو باش نكونوا واضحين، حنا المرصد كما قلت هذه من التوصيات ديالنا، ماشي حنا واحد المؤسسة استشارية، هذا واحد التوصية اللي عملنا تنعينوا باش الجهات المسؤولة تعمل هذا المرصد هذا. ولكن حنا عندنا زعماك معطيات اللي تقول بان كاين اختلاف حسب المدن. سير مثلا واحد المدينة بحال مدينة فاس عاد تشري فيها المواد اقل بكثير من مدينة الرباط ولا مدينة الدار البيضاء، مدينة اخرى هنا عندكم هنا في هذه الجهة هذه نفس المنتوج. فلهذا
اللي ما كانش هذا المرصد هذا وهذا المرصد هذا تيعطي فكره جميع الاثمنه في جميع نواحي نتاع المين حتى الهامش داخل هذا المرصد. حنا تنقولوا بان الهامش الربح حتى هو خصو يكون معلوم به. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.